احكي لنا باقي الحكاية يا نواسي. دعني أبحث عن طائر لأرميه بهذا الحجر يا بنتي. كيف يا أندي؟ ألم يعلمنا الإسلام على نوذ الطيور؟ سامحاني، فأنا حديث العهد بهذا الدين، أخذته من تاجر طيب من أهل عمان. لا عليك يا أندي، لا عليك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ماذا ترى يا أندي؟ سفينة كبيرة. هل هناك شيء آخر يجذب انتباهك؟ ألطف بنا يا رب. هذا كماج النحال مستغرق في عمله في البحث عن خلايا النحل. كماج النحال يأتيكم في الحال، يسعى للعمل في جمع العسل. هل يمكن أن نجد لنا أصدقاء هنا؟ بالتأكيد، ولن نستطيع الحياة بغير أصدقاء. أنا القائد، أنا الآمر الناهي، أنا فاسكو دي جاما، أنا فاسكو دي جاما، أنا فاسكو دي جاما، أنا فاسكو. هل أنكر أحد أنك فاسكو دي جاما؟ أم تظنني نسيت اسمك؟ يسعدني أن يدوم الود وتصفو القلوب. أنا أعرف أني مثل الحصان، ومع ذلك أفهم شيئا واحدا، هو أحمد بن ماجد أعظم ربان. أين كمكم؟ أمسك به أهله فزوجوه، والزوجة تزيد ارتباط الإنسان بالوطن. عجيب، أين المحتفى به؟ أين القائد الربان أحمد بن ماجد؟ ما شاء الله، إنه قطعة مني، سأعلمه كل فنون البحر وسأهدي إليه كتاب الفوائد. هنا بجنوب مقديشو، هنا بشمال مالندي، هنا بحر بي